بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن أكبر سلحفاة في العالم، سلحفاة جلابلوس. إنها أكبر سلحفاة في العالم، تزن 400 كيلوغرام تقريبا، طولها 180 سنتيمتر، وتعيش أكثر من 100 سنة. ويستغرب العلماء من القدرة الهائلة لدى هذه السلحفاة على التأقلم مع البيئة المحيطية مهما تغيرت الظروف. سبحان الله، لقد خلق الله ملايين الأنواع من الكائنات الحية، ويزيد في الخلق ما يشاء ليدلنا على قدرته. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. سورة النور آية 45. والله أعلم.